ليه بلي معلم؟ قديش الأول يوم؟ قبل بدك يا معلم فاروق جوا؟ اللحظة بعطيه خبر عود محلك عود أنا حابب أعمل له يا مفاجأة سلم على مرتك حط السماعة من إيدك بيت أنت أبو نبال يسعد لي صباحك وين أخبي فاروق؟ والله مش سألك نورتنا بعرف عود عود طمني شو أخبار البورصة عندك؟ والله مرة هيك ومرة هيك يعني بهالكم يوم الماضيين نزل حق السهم منيح والأخضر شو وضعه؟ الأخضر على حاله لا بدك تعمل لي سعر مرتب بدي صرف 50,000 دولار ايه ولا يهمك معلم أحلى سعر يعني قديش؟ على 50 هذا على سعر؟ لا يا معلم جرب اسأل كل محل أصرافي إذا حدا بيعطيك سعر أكثر من السعر اللي أعطيتك إياه بينس واحد رقب السدادة لا بدي أسأل ولا بدي بطيخ خلاص خلي جماعتك يجهزوا لنا قديش قلت لي؟ 50,000 ورح مر لي عندك بهالكام يوم مشان تجهز لي مبلغ أكبر أمرك معلم بالخدمة أنا يا عامر صرف لي 50,000 دولار على بخمسين إيه هلأ خليهم يحضروهم وخليهم يجيبوننا معهم معلم شو تحبوا نضيفكم؟ شاي أخضر شاي أخضر والأخ شو بتشرب عمار؟ كمان شاي معلم جيب له قهوة جيبنا واحد شاي أخضر وواحد قهوة إيه على السريع قلي لي شوف مين اللي عم يحاولوا العملة لبرا؟ هو كتار كل اللي ببالك عم يطلعوا مصاري لبرا الكل آمن يا آمن ما في أحلى من الأمان أستاذ المصاري جاهزين إذا بحبوا ضيوفك يتفضلوا لعندي شو جو لعندك؟ جيبوا لهون على السريع طيب حاضر أستاذ لا تأخذوا معلم اللي ما بيعرفكم بيجهلكم عادي ما بتتواخذ طول عمرك نواقصي عندك لمع صوامي؟ تفضل تفضل استاذ هاي المبلغ عمار عمرك مبلغ قديش هدول؟ هدول 2.5 مليون يلا شو معلم شايفك قمت؟ عندنا شروط سيارة بدنا نتأخر ايه ان شاء الله الف مبروك يبارك بعمرك معلم عفوا بس 50,000 دولار لا ما ضرب جوز عيونك شو بالغموطي ده ببعت لك يا عمي حيوان استاذ شو بعت لنا يا خلاص خلاص راحوا المصاري شلون راحوا استاذ هلا بروح بجيبه روح على شغلك خلاص مصاري راحوا هون مع الله علمك شغلي؟ علميني إذا بدك تسلم على ليدي بسيطة بتبين جنتلمان شفت ما أحلاك؟ والله أنت الحلا كله من بعدك ما في حلمي من زمان كان لازم نلتقي والله أنا من زمان كتير حابب نلتقي بس كنت ناطر عزيمة وهي عزمتك تسمي أي عزيمة هي اسمها جبتيني على ملا وشي قوم يا أبو نبال تعب سرعة عاوزتك ضروري لا مو هيك حتى لو هيك ست جاكلين انتي ما بينقلك لا أكيد أكيد معناتها رح تساعدني تكرم عينك انتي امري أبو نبال أنا فعلاً محتاج لمساعدتك وأنا قلت لك تكرم عينك فوتي بالموضوع دغري من بعد ما توفى المرحوم جوزي أنا لحالي عم ناطم بالسوق مشان ضلني محافظة على اسمه وعلى هالقرشين اللي ترك لي إياهم قبل ما فوت على السوق كانت عندي فكرة وردية يعني المنافسة الشريفة وهالحكي اللي طلع آخر شي كل وهم ولما شافوني ست لحالي وما بعطي لأي حدا غير اللي بيستحقه قرروا يتكالبوا علي ويزتوني برا بس ليكك ما شاء الله عنك
حاضرة بالسوق وموجودة بقوة. صح حاضرة، بس عايش على أعصابي، وخاصة أبو إياد اللي حاططني براسه. أوف أوف أوف، وليش بقى أبو إياد حاطك براسه؟ يا سيدي ما عم يصدق إنه في وحدة ممكن ترفضه. طلب إيدي وركع قدامي كمان. مش بالله أنا بشوفه لأبو إياد فرصة. أنا اللي فرصة، وبيحق لي اختار الشخص اللي بيناسبني. مظبوط، بس كمان ثلاث ارباع نسوان البلد بتحلم الا انا. مو معقول بهالايام حدا يتجوز وحدي ما بدها اياه. لا اذا هيك حقك، هيك بيكون خلص الحكي والله. بالعكس، هون بلش الحكي. ابو اياد قرر يقص لي ريشاتي، ومن سنتين لهلا كل مناقصه او مشروع بفوت فيه الا وبيخطفه. اخر مناقصه اخذها من تمي، هاي اللي احتفلنا فيها اليوم. ايوه، يعني انت اللي قدمت العرض الازود من عرضه لابو اياد بعشر قروش. مزبوط، لكن اللي مجنني انه مدير المؤسسه والمهندس المسؤول عن المناقصه ورئيس الديوان هن اللي عطوني اقل سعر، وكنت متاكده مليون بالميه انه رح ترسي علي. بيكون دفع لهم اكثر منك واشتراهم. مستحيل، امبارح كانوا جانين، في شيء مو طبيعي صار. تمثيليه، بيكونوا باعوكي. عم اقول لك مستحيل، معي وثائق بتحطهم كلياتهم بالحبس. شلون زبطت هاي؟ ما بعرف، راح جن. لهيك طلبت مساعدتك. يو شو فيني ساعدك انا بهالموضوع؟ انت اقرب واحد لابو اياد، صح؟ اللي بدي اياه منك خدمه كثير صغيره. اتاكد انه واحد من هدول سرب له الرقم، لأني صرت دافعت لهم أكثر من 10 ملايين ليرة وصرفوهم، واليوم الصبح كانوا رح يبوسوا كندرتي مشان ما أعمل شيء ضدهم، لأنهم بيعرفوا إنه رقبتهم بإيدي. وكيف بدي أعرف؟ مستحيل أبو إياد يحكي قدامي. أكيد مستحيل. ليه مستحيل؟ لكن شلون؟ أول مبارح طلب دفتر شيكات جديد من البنك، يعني الدفتر اللي ما هو خلص. أنا بس بدي أرومة الدفتر القديم أو الأسماء اللي انكتب لشيكات من شهرين لليوم. والله يا سيد جاكلين، أنت بالظاهر عم تطلبي المستحيل. أولاً أنا مبخون، ثانياً أبو إياد بالذات مبخون اليوم على قطع رقبتي، ثالثاً أبو إياد ما من النوع اللي بيترك دفاتر الشيكات تبعه بين إيدين العالم. بس اليوم عطاك مفتاح مكتبه مشان تجيب له كم شغلة، ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس اللي بيعطي مفتاح مكتبه للناس بيكون عنده ثقة فيهم، وأنا مالي من النوع اللي بيخون الثقة. أبو نبال، أنا ما بدي إياك تسرق ولا تقتل ولا تأذي بشي، أنا بس بدي أعرف مين اللي طعمني بظهري، وبعتقد انه هذا الشيء لا بيأذيه ولا بيضره. كنت مفكر اني فيني ساعدك يا مدام، بس الهيئة صعبة شوي. فكر. الشيء الوحيد اللي ممكن فكر فيه اني ما اخبر ابو اياد الطلب اللي طلبتيه مني هلا. مع هيك فكر. خاطرك. ما بعرف كيف، بس بدي الخدامة اللي عنده بالبيت تكون عندي بأي طريقة. معلوماتي إنها مقيمة بالفيلا، يعني ما بتطلع أبداً. بدك تلاقي لي حل. مو معقول كمان نضل تحت رحمته كل هالسنين ونضل خايفين منه. بعدين أنا بدي أعرف كيف تسربت له أرقام المناقصة. أنا صرت دافع 10 ملايين، يعني مو لعبة. بعرف مدام، بس القصة مو سهلة. ما في شي صعب، أنت فكر بطريقة وأنا جاهزة لأي مبلغ. المهم أعرف كيف تسربت له الأرقام ومين طعمني بظهري. طيب طيب، تركي لي القصة وبوعدك تنحل. الله يخليك، أنا ما عم أحسن نام، هذا الكابوس لازم زيحه، وإذا ما حسنت زيحه على الأقل أعرف مصدره مشان ما خاف منه بالأيام الجاية. تكلي على الله وتركي القصة كم يوم. لك ما في كم يوم، السرعة كتير مطلوبة. أنا بعد بكرة لازم أقدم عروض أسعار لعوض خسارتي، وإلا والله بتبهدل. ما فينا نستنى ولا ثانية، يعني من هلأ بدنا نبلش. ماشي، رح نشوف موضوع الخدامة بركي بتنحل.
على الأقل بيكون إن عين بالفيلا بتتحرك بدون ما تصير أي شبهة. يا عيني عليك، هذا الحكي الصح، بس بدك تسرعها وحاول ما تفهمها شيء، لأنه إذا عرفت بجوز بتروح بتقله، وقتها بنكون بشي ومنصير بشي تاني. فهمها للخدامة إنه القصة قصة غيرة، وإنه بدنا نعرف إذا بفوت لعنده نسوان. خليها تبين قدامها إنه وحدة وبدها تتجسس على عشية، وبس بتفوت باللعبة ساعتها بنحكي اللي بدنا إياه ونحن مرتاحين. فكرة حلوة مدام، خلص رح بلش من هلأ، إذا صار معي شي بخبرك. هي الله يخليك، ناطرتك على نار. خلص لا تقلقي، مثل ما عمل لك. يلا تصبح على خير. كل شيء ما يحكي أبو نيبال اللي صار بيني وبينه، وقتها بتكون بلشت الحرب العلنية. لازم أبعت له رسالة. بالعادة الرجال ما بيحكوا أي شي صار معهم يا أبو نيبال، وطول عمري شوفك رجال. خير؟ يا سيدي النسوان عليهم حركة تفرط من الضحك أوقات. البلد كلها بتكون بتخاف منك وبتحابك وبتعمل لك ألف حساب، وحدة تبعت لكون رجال. يعني مثلاً تبعت تكون حبان، كون حنون، كون طيوب، بس كون رجال يكون مرة لحتى الواحد يكون. شبك شو صافي؟ والله عقلي مو معي يا ابو نبا. ليش فيك عقل لحتى يكون عقلك معك؟ اذا فيك عقل بصدقك، بس انا شايفك بلا عقل، هي بدك تسامحنا فيها. مقبوله منك ملي. مقبوله وبصر معي كمان. ليش انا بسترجي؟ شو قصتك؟ واحد كان شحال ما معه ياكل، انفتحت له طاقة القدر وصار معه ملايين. واحد كان متجوز ولا ارتاح بلدوزر مخه ومشي حاله. واحد كان ملطشي رايح والجاي بيتمقطع فيه ولا صار بيعرف ابو نبال. واحد انسرقت كليته ومعلمه قال له لا تاكل هم، رح جيب لك اللي اخذها وبصر معي وبيصفون. ما بعرف شو عم يصير معي، ما رح تصدقني اذا بقول لك شو عم حس. قالت له شوف، حس على العالي، سمعنا نغمك. عالي مبسوط. لا 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 لا، فاجأتني والله. خير؟ ليش مالك مبسوط؟ معلم الله يخليك، لازم تسمعني لأنه ما في حدا يسمعني غيرك. احكي، عم بسمعك. كان الشغل داير بالبلد، كنت يفتح محل صغير استرزق منه أنا وأهلي، كنت ناطر القرض، طلع القرض، كان رح بلش الشغل وكنت مبسوط كتير. قامت بلشت الكفوف، اختي سرقتني وابي قلعني، كبوا غراض بيتي بالطريق لاني ما كان معي ادفع اجرة البيت. توفى ابي ومفكرني اني حرامي، كبيت كلوتي بجسم واحد نصاب وحرامي. واختي دخلت على السجن وهجرونا من بيتنا،
واحد كنت مفكره من أعز أصحابي خاني وطعني بشرفي وعمرتي. حياتك مو غريبة شلون أنا عايش لهلا. صار علمي يا جابر إنه تحسنت الأوضاع ولا الحالة رايت؟ رايت كثير. وجاب القديم كبيته وانتقمت من كل شيء أعزاني، بس ما عم أحسن أفرح، ما عم أرجع طبيعي، ما عم تزبط. حاسس إنه اللي بيكون راكبه حزنه قد ما صار معه منيح بضل الحزن راكبه. صح، انت ما عم تحسن ترجع طبيعي لانك ما كملت للاخر. ضل عليك هذا اللي عامل رفيقك، هذا اكثر واحد لازم تعطيه الحشوه وتلعن سلافه. شو بدي ساوي معه؟ العين بالعين والسن بالسن، طبق له مرته. لا لا لا، شو هالحكي؟ ولك مثل ما عم قلك، علم عليه بنفس طريقته، طبق له مرته وخطيتك برقبتي. ما بحسن. لك شو وصلك لك جابر؟ كأنك حباب زيادة. ما بعرف إذا كنت حباب، أنا وجعته. وجعته؟ ولا إذا حرقت دكانة واحد واطي مثل ما حكيت لي، ودكيت واحد هاجم على بيتك بالحبس بتكون وجعته؟ ولك انت مو بس حبار، انت واحد أجدب. شو فيني أعمل معلم؟ شو فينك تعمل؟ لازم تركعهم عند رجليك، عند الصرماية تبعك وهن عم يتوجعوا وتمك ضحكان. هيك بتكون استديت. بس أنا مالي هيك. ولك لازم تصير هيك. ما بحسن. رغم كل شيء ساووا معي الأندال، أنا بشفى عليهم. مصيبتك لك جابر إنك طيب، وأنا اللي رح خلصك من هالقصة عن قريب. معلم، أنا لو ما كنت طيب ما قربت منك وتغيرت كل حاجة.